الضمائر. هنا تعريف الضمائر، هي اسم جامد مبني وضع ليدل على متكلم أو مخاطب أو غائب. طب ما معنى اسم جامد؟ جامد يعني ليس متصرفا. يعني إذا نحن نقول مثلا مادة حمد، ممكن نقول أحمد، حامد، محمود، هكذا. هذا متصرف، يعني أحمد، حامد، محمود، تصرف من الكلمة تصرف. أما الضمير مثل أنا ليس متصرف، هو جامد، لذلك يدل على متكلم مثل أنا، أو مخاطب مثل أنت، أو غائب مثل هو. أولا الضمائر المتصلة. الضمائر تنقسم إلى قسمين، أولا الضمائر المتصلة وضمائر ماذا؟ منفصلة. أولا الضمائر المتصلة تنقسم بحسب موقع الإعراب إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من الضمائر المتصلة ضمير متصل مبني في محل رفع. طب ما هي الضمائر التي تكون دائما في محل رفع؟ يعني تكون في محل رفع فقط، مثل تاء المتكلم ذكرته، وتاء المخاطب الذي أخاطبه وأتحدث معه ذكرت، وتاء المخاطبة المؤنثة ذكرتي، والمثنى ذكرتما، والمخاطبين المخاطبين للجمع ذكرتم، الميم علامة الجمع، والمخاطبات للنساء ذكرتن، وللجمع المتكلم ذاكرنا، وألف الاثنين ذاكرا، وواو الجماعة تذاكر، ياء المخاطبة المؤنثة ذاكري، نون النسوة ذاكرنا. كل هذه الضمائر يا إخوة ما تحته خط من هذه الضمائر، هذه الضمائر فاعل. يعني إذا أقول ذاكرتُ، إذا ذاكر هذا فعل ماضي، والتاء هنا تو، أنا الذي فعلت المذاكرة، التو تعود علي أنا على المتكلم، فهذه التاء هنا فاعل والدرس مفعول به. لذلك هذه الضمائر كل الضمائر مبنية، لذلك سنقول ضمير متصل مبني على ماذا؟ على حسب الحركة. يعني إذا كان الضمير يوجد به ضم فهو مبني على الضم، فتح مبني على الفتح، كسر مبني على الكسر، كذلك ضم مبني على ماذا؟ على الضم، هكذا. قال الله تعالى وإذ أخذنا، إذن أخذنا أخذ فعل ماضي مبني على السكون، ونا هنا ضمير متصل مبني على ماذا؟ على السكون في محل رفع فاعل. كذلك كلمة خذوا وذكروا، الضمير هنا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. القسم الثاني من الضمائر، ضمائر هنا من الضمائر، نحن ندرس الضمائر المتصلة. القسم الثاني من الضمائر المتصلة ضمير متصل في محل نصب، وهي ياء المتكلم مثل فحصني الطبيب. الطبيب هنا فاعل، والفحص وقع على ماذا؟ على ياء المتكلم، فحصني ياء المتكلم هذه، أو ناء المتكلمين أيضا، كاف المخاطبة فحصك الطبيب، أو المخاطب أو المخاطبة فحصك أو فحصك، المثنى فحصكما فحصكم فحصكن، كذلك أيضا الهاء هاء الغائب، ضربه ضربها ضربهما ضربهم ضربهن. نلاحظ هنا يا إخوة، ننظر إلى الضمير، هنا الضمير هنا أول شيء هنا ياء المتكلم، ياء المتكلم دائما تكون مبنية على السكون، تكون ماذا؟ مبنية على السكون. ضمير متصل مبني على ماذا؟ على السكون في محل نصب مفعول به، لأنها وقعت في مكان المفعول به، لأن الفحص الطبيب هنا فاعل، والفحص وقع على ماذا؟ ياء المتكلم هنا. كذلك هنا المتكلمين فحصن، هنا فحصنا الطبيب، يعني هنا فتح فح فحصنا ماذا؟ الطبيب. هنا الطبيب هنا فاعل، الطبيب هنا ماذا؟ فاعل، فحصنا الطبيب، الطبيب هنا ماذا؟ فاعل، لذلك نكون ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. كذلك فحصك، هنا الكاف هنا كاف المخاطبة، ممكن هذه الكاف للمفرد وللمفرد المذكر والمفرد المؤنث، وهنا للمثنى وللجمع الذكور والجمع النساء. ننظر إلى هذه الكاف، هذه الكاف هنا مبنية على الفتح، هنا مبنية على الكسر، هنا مبنية على الضم، وهكذا. كذلك هاء الغائب، ننظر إلى هذه الهاء، انظروا هنا ضربه مبنية على ماذا؟ على الضم،
هنا مبنية على الفتح، هنا مبنية على ماذا؟ على الضم، هنا مبنية على ماذا؟ كذلك على الضم، هنا أيضا مبنية على ماذا؟ على الضم. لذلك هذه الهاء، إذن ضمائر النصب، ضمائر النصب، الخلاصة ضمائر النصب تنقسم إلى ماذا؟ إلى ياء المتكلم، ونا المتكلمين، وكاف الخطاب، وهاء الغائب. هذه الضمائر تكون ضمائر متصلة في محل نصب. قال الله تعالى: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. يراكم، الكاف هنا ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والميم علامة جمع الذكور. كذلك لا ترونهم، الهاء هنا ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والميم علامة جمع الذكور. كذلك إن أعطيناك الكوثر. إن هنا يا إخوة، إن هنا تنقسم إلى إن، هذا حرف نصب، بعد ذلك ناء المتكلمين، هذا ناء المتكلم ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسم إن. أعطى فعل ماضي، أعطى فعل ماضي، ناء هنا المتكلمين ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. ك هنا الكاف هنا ضمير متصل مبني على ماذا؟ مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. القسم الثالث هنا ضمير متصل مبني، هنا ضمير متصل مبني في محل ماذا؟ جر. إذن القسم الثالث من الضمائر المتصلة ضمير متصل مبني في محل جر إذا اتصل ماذا؟ باسم أو حرف. يعني هنا ضمائر تكون في محل ماذا؟ تكون في محل جر. هي الضمائر التي في محل نصب تكون أيضا في محل ماذا؟ في محل جر، ولكن متى تكون في محل جر؟ إذا اتصلت بحرف جر أو باسم. أما إذا كانت هذه الضمائر اتصلت بفعل فهي تكون في محل نصب. لذلك ياء المتكلم، هذه ياء المتكلم، وياء المتكلمين، وكاف الخطاب، وهاء الغيبة، هذه الضمائر التي متى تكون في محل نصب؟ تكون في محل نصب إذا اتصلت بفعل، وتكون في محل جر إذا اتصلت باسم أو حرف جر، مثل كتابي أو كلمة لي، اللام هنا حرف جر، لذلك تكون هذا الضمير مبني في محل جر باللام، أما هنا في محل جر بالإضافة لأنه اتصل بماذا؟ باسم. لذلك تنبيهات: ضمائر النصب هي نفس ضمائر ماذا؟ الجر. لذلك هنا ضمائر، هنا هذه الضمائر مشتركة بين النصب والجر، يعني ياء المتكلم، وناء المتكلمين، وكاف الخطاب، وهاء الغيبة، هذه الضمائر إذا اتصلت بفعل فهي تكون في محل نصب مفعول به، وإذا اتصلت بحرف أو بحرف جر أو اسم فهي تكون في محل ماذا؟ جر. طب هنا يوجد ضمير يشترك بين الرفع والنصب والجر، يعني ممكن يكون في محل نصب أو في محل رفع أو في محل جر، وهو ناء المتكلمين فقط. قال الله تعالى: ربنا. إذن هنا الناء هنا ربنا ضمير متصل مبني في محل جر هنا بالإضافة، هنا في محل جر بماذا؟ بالإضافة، لأنه اتصل باسم. إننا اتصل بهنا هنا إن، إذن هذا الضمير سيكون في محل نصب اسم إن. طب هنا سمعنا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، إذن هذا الضمير في البداية ربنا في محل جر، إننا في محل نصب، سمعنا في محل ماذا؟ في محل رفع. إذن خلاصة الضمائر المتصلة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. ضمائر تكون في محل ماذا؟ تكون في محل رفع. إذن الضمائر المتصلة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ضمائر في محل رفع مثل تاء المتكلم، وألف الاثنين، واو الجماعة، ياء المخاطبة، نون النسوة. طب هنا وضمائر تكون في محل نصب وهي ياء المتكلم، وناء المتكلمين، وكاف الخطاب، وهاء الغيبة. طب هناك ضمائر كذلك ضمائر في محل جر هي نفس ضمائر ماذا؟ الضمائر التي في محل نصب مثل ياء المتكلم، وناء المتكلمين، وكاف الخطاب، وهكذا. طب هنا تنبيهات
ضمائر النصب هي نفس ضمائر ماذا؟ الجر. طب متى تكون الضمائر في محل نصب؟ إذا اتصلت بفعل.